تركة ثقيلة ممثلة بالألغام والعبوات الناسفة المخفية تركتها ميليشيا الحوثي لاصطياد الأرواح في محافظة شبوة، وكالعادة يقع المدنيون دون غيرهم ضحايا. نجحت الميليشيا بقتل وجرح أكثر من 45 مدنياً خلال الأشهر الماضية بحسب البرنامج الوطني لنزع الألغام، فوسائل القتل لا تنتهي برحيل الميليشيا، بل تظل بانتظار المدنيين العائدين بعد النزوح والتشرد مزروعة في منازلهم وممتلكاتهم الخاصة. 800 أسرة نازحة خسرت حق العودة إلى منازلها، كما تسببت الألغام بتعطيل أكثر من 45 مزرعة في عموم مناطق شبوة، مصدر عيش كثير من المواطنين هناك. بهذه الطريقة تتخلص الفرق الهندسية التابعة للجيش الوطني من الألغام بعد قضائها أياماً بل أشهراً طويلة للبحث عنها، فكميات الألغام والعبوات الناسفة التي زرعها مسلحو جماعة الحوثي خلال فترة سيطرتها على مديريتي بيحان وعسيلان كبيرة، لذا تواصل الفرق الهندسية عملها المضني في انتشار المزيد والمزيد منها. لكن بالرغم من كل هذه الجهود تبقى كميات كبيرة منها مخبأة تنتظر دورها في حصد أكبر عدد من المدنيين في محافظة شبوة.